قبل ما نبدأ الفيديو اعزائي المشاهدين ما تنساوش ارجوكم تضغطوا على زر الاعجاب. الفيديو اللي فات ما كانش فيه دعم كبير من ما وصلش بعيد، لذا نرجوكم اعزائي المشاهدين تضغطوا على زر الاعجاب. خلونا على الاقل نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو 2000 لايك، هذا راح يدعم القناه بزاف وشكرا جزيلا لكم. نشر موقع فيوران بوليسي الامريكي تقريرا تحت عنوان كيف اصبحت الجزائر لا غنى عنها، تطرق فيه إلى مكانة الهامة التي باتت تشغلها الجزائر دوليا، وأبرز التقرير أن الجزائر أصبحت تستفيد من حقبة جديدة في التنافس بين القوى العظمى في ظل أزمة الطاقة المستمرة. وذكر أيضا التقرير الأمريكي أن الجزائر بعد أن قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى منظمة بريكس وقعت على تمديد مشاريع مبادرة الحزام والطريق مع الصين الخاصة بالبنى التحتية والطاقة والاستكشافات في الفضاء. ويؤكد المصدر أن الجزائر أصبحت موردا حيويا للغاز إلى أوروبا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لتتجاوز أرباح الجزائر من صادرات الطاقة 50 مليار دولار خلال سنة 2022 بعد أن حققت سنة 2021 34 مليار دولار و20 مليار دولار فقط سنة 2020. كما تعمل الجزائر على تصدير فائضها من الطاقة إلى القارة الأوروبية، فيما تعمل على مضاعفة صادراتها من الغاز لتبلغ 100 مليار متر مكعب سنويا مقارنة مع 56 مليار متر مكعب سنويا سنة 2022. من جهته أفاد موقع قناة الجزيرة أن الجزائر أصبحت في وضع تفاوضي قوي مع أوروبا، كون الغاز الجزائري الذي تصدره إلى إيطاليا يصل إلى دول أوروبية أخرى، كما أن دول القارة العجوز يبحثون في الوقت الراهن عن ممول موثوق بشكل منتظم بالغاز، لا سيما مع الاضطراب التي تعرفه السوق الدولية. وكشف صندوق النقد العربي أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا باحتياطي للغاز يبلغ حوالي 4505 مليار متر مكعب. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات.